وجهتنا منطقة بوجدور إحدى تجمعات اللاجئين الصحراويين. افتتحت بها أول ورشة لخياطة وصباغة الملحف الصحراوي سنة 2013. مراحل الصناعة تبدأ من اختيار نوع القماش وطوله. ونديروا احنا الملحفة عندنا فيها 500، 1 2 3 4 5. احنا هنا قطعوا الملحفة بعد عملية تقطيع القماش الأبيض. يتم الانتقال إلى مرحلة وضع تصاميم لرسومات على مساحات من القماش. الزخرفة اللي ستطلع في اللحاف كله أفكاره، كان اللي يحب يدي هو بروحه ويرسم عليها، وكان اللي يعطيني أنا ينزخرف له. والفكرة نتاعي أنا راني حابة نشد اللحاف تطلع لي زخرفة غير من الوسط هكذا. ولكل طريقته الخاصة في الزخرفة. نديرها خياطه كيما هاك على طول ملح، ومن بعد لي نجبدوها، نجبدو السلك تطلع كيما هاك. تلوين القماش مرحلة أخرى من مراحل الإعداد، يضاف فيها اللون المختار من قبل العاملات بالورشة، وتمزج مادة مثبتة للون حتى لا يتأثر اللباس مستقبلا بأشعة الشمس أو بالغسل المتكرر. فغسل الزي بسرعة يضمن عدم تلف القماش بفعل تأثيرات الألوان، والمكلفات بالتلوين مجبورات على احترام معايير السلامة. مرحلة التجفيف هي ضمن المراحل الأخيرة في الصناعة، تفك فيها تلك الخيوط لنحصل على هذه النتيجة. الملحفة واحدة تجبر فيها تلواكولير وديكولير، دريك هاي فيها لا ديكولير لا الأبيض والفير هذا. هاي دريك اللادجي تعدلها كيما الخلالات اللي عدلوا صحة ولبس وتوف. الملحفة الصحراوية ليست فقط زيا عاديا للمرأة الصحراوية، بل لها بعد أعمق ودلالات أوسع. هذه مهنة باقية لك أنت مستقبلا، ومهنة فيها أنت قابل عليها زيادة. هي الملحفة الصحراوية نحن ما نقدر نصيبوا عنها، بما أنها هي زي نحن، وبما أنك أنت تصنعي زي كنت على طريقتك أنت الباقية، للملحفة تعبر عن هوية الصحراوية وصحرايات ما يقدر يصيبوا عنها أين مكان. هات سياني هون، سياني في أوروبا، سياني ما يقدر يصيبوا عن زيهم. الملحف الصحراوي لباس يعبر عن أصالة المرأة الصحراوية، وتمسكها به نابع من تمسكها بأرضها.